بسم الله نبدأ بيها شرح درسنا النهاردة، درس سهل وبسيط إن شاء الله. مقارنة وترتيب الأعداد النسبية، كنا متفقين مع بعض يعني إيه عدد نسبي، يعني عدد في صورة بسط ومقام. تعالوا مع بعض الأول نرتب شوية مجموعة من الأعداد النسبية على خط الأعداد. عايزين نمثل مجموعة الأعداد اللي هتظهر لنا دلوقتي، 2.5 والنص وسالب ربع والواحد، عايزين نمثلهم على خط الأعداد. أدي خط الأعداد اللي ظهر عندي دلوقتي، عندنا متقسم سالب 1 0 1 2 3، متقسم لأربع أجزاء، ما بين كل عدد والعدد اللي بعده متقسم لأربع أجزاء، يعني كل خطوة فيهم ربع، كل خطوة فيهم ربع. طب تعالوا نشوف 2.5 نحطها ازاي على خط الأعداد. 2.5 يعني بعد الاتنين، بعد الاتنين بكم خطوة؟ الخطوة الأولانية بعد الاتنين على طول تبقى ربع، الخطوة التانية نص، يبقى 2.5 مكانها زي ما ظهر عندي دلوقتي. طب تعالوا نشوف النص نمثله ازاي على خط الاعداد. النص اقل من الواحد، النص اقل من الواحد، يبقى بعد الصفر بكم خطوة؟ بعد الصفر الخطوة الاولانية ربع، الخطوة التانية نص، يبقى ده مكان النص على خط الاعداد. طيب السالب ربع، السالب ربع ناحية الشمال على شمال الصفر، كل الاعداد اللي على شمال الصفر صغيرة قوي، وكل ما نبعد عن الصفر كل ما العدد يبقى صغير قوي، كل ما نقرب للصفر كل ما العدد بيكبر ناحية الشمال. يبقى سالب ربع نحطها ازاي؟ اول خطوة من بعد الصفر على الشمال، يبقى ده مكان السالب ربع. طب الواحد الصحيح، وده مكانه معروف على خط الاعداد، ادي ظهر عندي مكان الواحد الصحيح. كده يبقى مثلنا مجموعة الاعداد النسبية على خط الاعداد وعرفنا مكانها بالظبط. طب تعالوا بقى يا اصحابي نفكر معايا ازاي نقارن بين عددين نسبيين زي العددين اللي ظهروا عندي دلوقتي. عايز اشوف مين اكبر من مين، ايهما اكبر، 4 على 7 ولا 2 على 3، عدد نسبي وعدد نسبي تاني، غير لما يكون مقاماتهم متوحدة. يعني لازم اجيب ميم ميم الف للمقامات، ميم ميم الف للمقامات. 7 و3 هو كام؟ هو 21، يعني لازم اوحد المقامات لمقام مشترك، يبقى 4 على 7. عشان اوصل 7 لل21 اضرب في كام؟ اضرب في 3، بس اضرب المقام بس، لا اضرب كمان البسط، ما ينفعش اضرب كل من البسط والمقام، يبقى 4 في 3 ب12. طب تعالوا نشوف العدد النسبي ال2 على 3، عشان اوصل المقام ال21 يبقى اضرب في كام؟ اضرب في 7، بس متفقين هنضرب بسط ومقام في 7، يبقى 2 في 7 ب14. يبقى دلوقتي اقدر اقارن ال12 على ال21 ولا ال14 على ال21. المقامات متوحدة، يبقى بص ال12 اكبر ولا ال14؟ ال14 طبعا، يبقى ال12 على 21 اقل اصغر من ال14 على ال21، وبالتالي فتكون ال4 على ال7 اصلها بقى في المسألة اصغر من 2 على ال3، اصغر من 2 على ال3، وبكده يبقى انا عرفت مين الكبير ومين الصغير. طب المسألة اللي بعدها بتقول ايه؟ ايهما اكبر، السالب 7 على ال6 ولا السالب 11 على 15؟ اجيب ميم ميم الف للمقامات، ميم ميم الف للمقامات، اللي هم كام المقام عندي؟ ال6 وال15، هو كام؟ هو 30. لازم اوحد المقامات، اوحدهم على كام؟ الستة تقبل القسمة على 30 وال15 تقبل القسمة على 30 وبدون باقي للقسمة. يبقى سالب 7 على 6 اضربها بسط ومقام في كام عشان اوصل المقام لل30؟ ده 5 في 6 ب30، يبقى اضرب البسط والمقام في 5، سالب 7 في 5 بسالب 35. طيب البسط الثاني عندي في سالب 11 والمقام 15، يبقى العدد النسبي سالب 11 على 15، اضربه يا طرف كام على كام عشان اوصل المقام عندي ل30؟ 15 في 2، يبقى اضرب كل من البسط والمقام في 2، 15 في 2 ب30،
يبقى سالب 11 في 2 بسالب 22. يا ترى انا كده وصلت المقامات متوحدة، يا ترى سالب 35 على 30 اكبر ولا اصغر من سالب 22 على 30؟ ما احنا عارفين سالب 35 اصغر من السالب 22، وبالتالي يكون سالب 35 على 30 اصغر من سالب 22 على 30، وبالتالي فتكون في المسألة بتاعتنا السالب 35 على 30 كان سالب 7 على 6 هيبقى أصغر من سالب 11 على 6 على 15، وبكده يبقى أنا شفت مين الأكبر ومين الأصغر، عرفت أقارن بين عددين نسبيين. لازم الأول أوحد المقامات، لازم أخلي المقامات مشتركة وأقارن البسط الأول بالبسط الثاني. طب تعالوا نشوف مع بعض، عايزين نكتب عدد نسبي يقع بين 3 على 5 والاتنين على 5، دي نحلها ازاي؟ بطريقة سهلة وبسيطة برضو. ايه عندنا مفتاح حل المسائل كلها؟ ان نوحد المقامات. طب هنا المقامات متوحدة، لا بس ما فيش مسافة بين البسط 2 وبعديه 3 على طول. طب انا معرفش لسه فين العدد النسبي اللي بيقع ما بينهم، لازم ازود، اسمها ايه؟ كثافة العدد النسبي. يعني ايه كثافة العدد النسبي؟ يعني اكبره، يعني اجيب الكسر المكافئ للعددين، ازود كثافة العدد النسبي. طب تعالوا نضرب كل من البسط والمقام في 2 على 2، يبقى انا عملت حاجة؟ ما عملتش حاجة، ان انا جبت الكسر المكافئ ليه، زودت كثافة العدد النسبي. 3 في 2 ب 6، 5 في 2 ب 10. طب العدد النسبي التاني 2 على 5 برضه اضربه في 2 على 2، كثافة 2 ب 10، 2 في 2 ب 4، ده انا كده بقى عندي 10 على 6، 6 على 10، وعندي 4 على 10. طيب يبقى بينهم كام؟ بعد الأربعة يبقى في 5 على 10 ما بينهم، 5 على 10 ما بينهم طبعا، والخمسة على 10 أصغر من الستة على 10 وأكبر من الأربعة على 10، يبقى أنا كده جبت العدد النسبي اللي يقع بين العددين النسبيين، يبقى 5 على 10 بتقع ما بين التلاتة على 5 وبتقع ما بين الاتنين على 5 زي ما مكتوبة في السؤال، يبقى 5 على 10 بتقع ما بين 3 على 5 والاتنين على 5، وممكن اخليها في ابسط صورة ان هي بتساوي كام؟ على 5 فيها الواحد في البسط، على 5 فيها الاتنين، يبقى انا جبت النص. النص بيقع ما بين 3 على 5 وبيقع ما بين 3 على 5 والاتنين على 5، وبكده انا خلصت حل المسألة وجدت عدد نسبي يقع ما بين عددين نسبيين. طيب المثال اللي بعده بيقول لي برضو عايز نكتب عدد نسبي بيقع ما بين ايه بقى؟ عددين نسبيين سالب، سالب 3 على 14 وسالب 2 على 7، متفقين ان انا لازم اخلي المقامات متوحدة. طيب العدد النسبي التاني عندي سالب 2 على 7، سالب 2 على 7 لو ضربت في 2 على 2 عشان اوصله لكام؟ عشان اوصله لل 14 يديني سالب 4 على 14. طيب سالب 4 على 14 وسالب 3 على 14، ده مفيش مسافة ما بين سالب 3 بعديها على طول سالب 4، لا يبقى لازم ايه؟ ازود كثافة العدد النسبي، ازود كثافة العدد النسبي، او اجيب ايه؟ او اجيب الكسر المكافئ، اضرب كل من البسط والمقام برضو في 2، تعالى سالب 3 على 14 العدد النسبي الاول اضربه في 2 على 2، سالب 3 في 2 بسالب 6، 14 في 2 ب 28. طيب العدد النسبي الثاني سالب سالب 2 على 7، سالب 2 على 7 او كام اللي انا لسه جايباه؟ سالب 4 على 14 عشان او اضربه في 2 على 2، اضربه في 2 على 2 عشان اوصل المقام ل 28 زي مقام العدد النسبي الاولاني، 14 في 2 ب 28، سالب 4 في 2 بسالب 8، ده انا كده جبت مسافه ايوه بين البسط سالب 6 وسالب 8 بيقع ما بينهم سالب 7، تمام، يبقى سالب 6 على 28 وعندي سالب 8 على 28 بيقع ما بينهم ايه؟ سالب 7
على التمانية وعشرين، سبعة على التمانية وعشرين أكبر من السالب تمانية على التمانية وعشرين وأصغر من السالب ستة على التمانية وعشرين. طيب تعالوا بقى نخليها زي ما مكتوبة في السؤال، السالب ستة على التمانية وعشرين كانت سالب تلاتة على الأربعتاشر، هنقول إن هي أكبر من كام؟ سالب سبعة على التمانية وعشرين، خليها في أبسط صورة، على السبعة فيها الواحد، على السبعة فيها الأربعة، يبقى ربع. سالب ربع هيبقى أكبر من كام؟ السالب 8 على 28 كانت عندي في السؤال أصلا سالب 2 على 7، سالب 2 على 7، وأنا كده جبت إيه؟ عدد يقع ما بين العددين النسبيين سالب 3 على 14 وسالب 2 على 7 اللي هو إيه؟ سالب ربع، اللي هو سالب ربع. تعالوا معايا نشوف مثال جديد، عايز يكتب أربع أعداد نسبية بتقع ما بين التلاتة على الاتنين والتلاتة على الأربعة، بحيث يكون مديني شرط في المسألة يكون عدد واحد منهم صحيح. تعالوا نشوف التلاتة على الاتنين، وعندي التلاتة على الأربعة، لازم أوحد المقامات، أوحد المقامات عندي على إيه؟ أوحد المقامات عندي على التمانية، أوحد المقامات أوصلهم للتمانية. طب تعالوا عندي تلاتة على الاتنين، أضربها في كام على كام عشان أوصل المقام تمانية؟ اتنين في أربعة بتمانية، يبقى أضرب بسط ومقام في أربعة، يبقى تلاتة في أربعة باتناشر على التمانية. نشوف العدد التاني تلاتة على الأربعة، أضرب كل من البسط ومقام في كام؟ أضرب كل من البسط والمقام في اتنين عشان أوصل المقام لتمانية. تلاتة في اتنين بكام؟ تلاتة في اتنين بستة. يبدي دلوقتي العددين مقاماتهم متوحدة، ستة على التمانية وعندي اتناشر على التمانية. طب فين الأعداد اللي ما بينهم؟ ستة على التمانية بعد الستة سبعة على التمانية، بعد كده تمانية على التمانية، وبعد كده عندي تسعة على التمانية وعشرة على التمانية، في كمان حداشر على التمانية، بس أنا عايز كام؟ أربع أعداد فقط. أدي واحد اتنين تلاتة أربعة، أربع أعداد نسبية تقع ما بين التلاتة على الاتنين والتلاتة على الأربعة. طب فين العدد الصحيح اللي فيهم؟ تمانية على التمانية فيها الواحد، يبقى سبعة على التمانية. فين الأربع أعداد؟ سبعة على التمانية والواحد والتسعة على التمانية والعشرة على التمانية، دول أربع أعداد ومنهم عدد صحيح اللي هو الواحد. أربع أعداد نسبية تقع ما بين اللي هم تقع ما بين التلاتة على الاتنين وتقع ما بين التلاتة على الأربعة، التلاتة على الاتنين والتلاتة على الأربعة، هما دول الأربع أعداد اللي طالبهم عندي في المسألة. وبكده يكون انتهى درسنا النهاردة، نتمنى نكون درس وسهل وبسيط، مع نفهم نتعلم ببطء.